صباحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. حلقتنا اليوم ما عليه ترى شوي اليوم أبو حمد وكلنا خلانا دايخين صراحة، مندي ومفطح ومشبوس كل شيء طيح اليوم بمناسبة فوز الزمالك. كثر الله خيرك يا أبو حمد صراحة، يعني من كثر ما وراها كنافة بعد يعني زين قدمت الحلقة اليوم تبون الصجه، لكن شو نسوي مجبورين. ما حاولت اتصل بخلف، خلف قال وقت متأخر يعني ما توقعت والله العشاء كذي، شو نسوي يلا سامحوني يعني. زين ما تحب الأكل عادل أنا لا كلش. عموما أشكر ماتادور ديزاين، اليوم قالوا بنقدم لك هدية الأخوان في ماتادور ديزاين، طبعا متخصصين في التيشيرتات الرياضية وتيشيرتات الأندية، فقالوا لي شو تحب تلبس؟ قلت لهم بدون نقاش وبدون تردد ابي تيشيرت افضل لاعب في عام 2022 والمفروض ياخذ الكره الذهبيه وياخذ جائزه البالون دور وياخذ جائزه الفيفا والمفروض ياخذ جائزه الاتحاد الاوروبي، بس تعرفون بعد ريال مدريد حاطين اليويفا بالمخبه ايش تسوي؟ قلت له ماني بعد ما في كلام ماني، فاعطاني والله تيشيرت ماني يستاهل، ماني افضل لاعب بالعالم وان شاء الله ياخذ افضل لاعب بالعالم. خلينا نرحب بضيوفنا اليوم وزملائنا على اليمين مدرب الوطني كابتن محمد كرم، حياك الله يا ابو علي، صبح بالخير على الدكتور جاسم الهويدي، الحمد لله على السلامه، الدكتور محسن العنزي ايضا حياك الله، ايضا كابتن شهاب كنكوني وعزي بعد ايضا بوفاه خالته، وايضا نرحب فيه في حلقتنا اليوم، مبارك له ايضا فوز كاظمه اليوم. اللي حاب يشاركنا ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه، نسعد دائما بمشاركاتكم، ايضا عسى بس كحلت عيونك اليوم دكتور انت ومبارك وربعكم، كحلت عيونكم بالعالم اليوم؟ ما شفت العالم، انا شفت تشيلسي والله. زين لا شفت تشيلسي مباراه صعبه كانت، بس انه الحمد لله مبروك فوز تشيلسي الحمد لله يبارك، ومبروك فوز العالم اليوم يستاهل طبعا، بيروح رياضيه مو كيف مو كيف يا دكتور يستاهلون، هو مو كيف بيروح رياضيه، بيروح دائما عندنا الروح رياضيه، روح رياضيه عم بارك لك، احنا قاعد اقول لك مبارك لك، حتى على الزمالك قاعد مبارك لك، حتى الزمالك والله رغم انك لابس احمر قاعد مبارك لك، صح شوف شلون ما في شيء، روح رياضيه هذا الروح رياضيه مشكورين، بس نبي ناس ما احنا عندنا روح رياضيه، انت تكون عندك روح رياضيه وتبادلنا الشعور تبارك انا والله سعيد اليوم العالمي فاز يستاهلون، السيتي فاز، الاهلي خسر، يعني اليوم مستانس الاهلي اصلا هو خلاص على قولتهم طارت قرب الزاقه، الزمالك خذ الدوري. انا والله قلت لهم دكتور قلت لهم والله وجهت، بس لا هم ايش قاعد يسوون عزيز؟ هم قاعد يجددون، لا الله يحفظك، هم يبي يفوزون على اساس يلعبون كاس افريقيا انه يكون من ضمن بيراميدز الثاني حبيبي، بيراميدز الثاني لا بس يلحقون يلحقون، اللعبه اللي طافت فازوا على بس خلاص ثاني بيراميدز خلاص خلاص خلصوا، لان انا هديتهم فايزين على ام بي فايزين باجي لعبه الحين، اذا فازوا يتأهلون وين خلاص الثالث الاهلي ماشي فازوا ما راح يصيرون ثاني، لا لا ما يصيرون ما يلعبون كاس افريقيا، لا لا ما لا لا يلعبون كاس افريقيا بس انت كارهم عشان كذي كاس اسيا. وبعدين على فكره ترى هو لما غير او لما خاطبوا الاتحاد الافريقي اختار الاهلي اصلا بدون ما يعني ظلموا بيراميدز صراحه، عشان تعرف ان الاهلي ياخذ الامور بال كله ما في حكام صار ياخذ الامور الاداريه عموما، ما خليت هلا قبل لا ابدي بس ايضا خلينا ناخذ وجهه نظر الدكتور محسن، لان طلعت انباء بانه سيترشح لانتخابات مجلس الامه عن الدائره الخامسه، مدى صحه الخبر دكتور؟ والله شوف عبد العزيز، هو الفكره صراحه موجوده وموجوده يعني، وقاعد نناقشها وقاعد نمر على العمام والجيران والاخوان، وخاصه من قبيلتي وخارج قبيلتي، اليوم انت تتكلم طبعا تشجعنا بالفكره بعد عوده الطيور المهاجره بعد اغرار الحكومه جزاهم الله خير في عمليه التصويت بالبطاقه المدنيه، فالكم الكبير من قبيلتي وربعي اللي ردوا للدائره هو اللي شجعنا على اتخاذ القرار، ولكن ما زلت انا في طور التشاور، يعني يبي لي تقريبا 3 إلى 4 أيام إن شاء الله أحسم أمري، قاعد أمر كثير من الديوانيات قاعد تردد، الحمد لله الأمور مشجعة، الأمور على قولتهم فيها شيء من التفاؤل،
وبالنهاية يعني إحنا يعني عيال هالبلد اللي نحرص عليه ونحرص على سن قوانين على قولتهم لصالح الشباب والأمور فرعية. لا لا ما لا الحمد لله بدون فرعية يعني لا موفق موفق إحنا 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 بعيدا عن الفرعيات والأمور هذه على قولتهم إحنا ندش في تاريخنا وطيبنا مع العالم شرواكم وكذا وهذا والتوفيق من رب العالمين. تستاهل يا دكتور الله يحفظك الله يطول يعني عمرك. وبعدين قلت لك يعني إحنا الحمد لله من 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 نعم الله علينا وخوضنا للرياضة واللعب وكذا وهذا واتجاهنا بعد الرياضة إلى مجال الإعلام هذا اللي خلانا يعني على الأقل يعني نكون شيء يعني محبب عند العالم. وإذا يدين الفضل بعد الله سبحانه ترى هالبرنامج هذا له فضل علينا أخوي عبد العزيز وأنت أحد يعني عناصر الفضل بعد الله سبحانه ان اليوم الواحد لما يدش ولا يذكر اسم الدكتور محسن العنزي على طول يقولون ايه الدكتور الاعلامي اللي في الديربي وكذا كذا. فهذا امر يعني ايجابي ان الواحد يخدم على الخطوه وان شاء الله خلال الايام الجايه ان شاء الله بنحسن الله يوفقك سواء الله دام او رجع الفكره ابو علي متى تنزل انت لا انا قبل خلصت مباريات بس خلا يعني إيه؟ بالتاكيد دكتور محسن ولك صورا في الاخوان الموجودين ايضا شخصيه لها احترامها وتقديرها عاشرناه وعاصرناه رجل خدوم ايضا ما يقصر مع الكل راعي فزعة راعي مواجيب في مناسبة حزينة لا سمح الله تلقاه موجود في مناسبة سعيدة تلقاه موجود. فالرجل أمانة متواصل مع الجميع رجل رياضي يحب الرياضيين فبالنهاية إذا نزل الله يوفقه ويستاهل من يقف معه. وإذا قرر عدم خوض الانتخابات أيضا بالتأكيد سيبقى له مكانته وتقديره وحده. الله يحفظك يا أخي طبعا لا بس شكر بسم الله الرحمن الرحيم طبعا طبعا شكرت اللي عزونا على وفاة شقيقه وهذا لكن بشكر صراحة شخصية من شخصيات يعني الرياضية في دول في دولة الخليجية من الدول الخليجية دولة قطر هو الشيخ حمد بن خليفة نعم. صراحة أبو خليفة لأن اتصل فيني شخصيا وهذا يقول هذا ما أعرف الموضوع وهذا وحتى يعني كان عندي استعداد حتى حضور اني اعزيك في هذا فامانه اشكره على التعزيه هو برا الدوحه اي نعم قال يعني قال برا الدوحه مو في فيينا نعم مع المنتخب حاليا ايوه اي لان انا والله اتصل فيني و شوف هذا شيء طيب منه انه هو شوف مع المنتخب وفي معسكر وقاعد يسوي دوحه كاس العالم واول ما سمع بوفاه اخوك على طول يتصل فيك ويعزيك هذه من الامور نعم والله اشكره على الموضوع هذا تواضع من شيخنا عزان وقال لي عز الاهل كلهم يعني كلام طيب وقال لي ولي تامر هذا بس انا حاب اشكره على الموضوع هذا وهذا شيء مو غريب على الشيخ حمد وعلى اهل قطر بعد صحيح. هنروح حق اول تقرير موضوع مباراه كاظم والفحيحيل طبعا هناك لقاءات تم اجراءها بعد المباراه. ضاري الفضلي مشكورا اخذ مجموعه من اللقاءات بعد المباراه ووافانا فيهم من خلال هذا التقرير. والله شوف المباراة يعني حالها كحال أي مباراة يعني بداية موسم كلنا الحين اليوم كان ختام الجولة الأولى من بداية الموسم الجميع شاهد أن مستويات الفرق الكبيرة متدني شوي يعني أنا متأكد إن شاء الله خلال الفترة القادمة أو مع استمرار الدوري يعني الأمور راح تتعدل. اليوم بالنسبة حق فريقنا الحمد لله طلعنا بثلاث نقاط ثلاث أهداف بثلاث نقاط أيضا الأداء يعني كان مرضي يعني أنا ما قم مقنع كان مرضي الأداء كان جيد دفاعيا وهجوميا يحتاجون إلى تركيز أكثر الحمد لله يعني وأنتم بعد شايفين شوية الجو يعني اليوم شوية الجو أحسن لكن الجو مع تعديل الجو وزيادة اللياقة وزيادة مثل المباريات أنا متأكد المستويات راح ترتفع إلى مستوى أعلى إن شاء الله. صاد أول ثلاث نقاط دوري خذيناها وإن شاء الله القادم أفضل راح ناخذ كل مباراة خطوة بخطوة وإن شاء الله ننجز بهذا الدوري بإذن الله. ما واجهت صعوبات مباراة اليوم؟ شيء طبيعي بلى كونها بداية الموسم كل فريق يواجه صعوبات من ناحية اللياقة البدنية بس الحمد لله احنا استعدينا صح بالمعسكر نجحنا بالمعسكر الحمد لله فناخذ كل مباراة خطوة بخطوة وإن شاء الله اللياقة تحسن من مباراة لمباراة. مهاردك نادي فحيحيل مبروك فابي النادي كاظمة يمكن بداية الدوري
يعني الفريق يكون يمكن مو متجانس شوي بالبدايه، اللاعبين يمكن اللياقه ما تكون ما تجي الا بعد مباريات، ولكن خساره هذه نطوي الصفحه. ان شاء الله عندنا دوري طويل، ان شاء الله نقدر نعوض، نقدر ان شاء الله نصلح من اخطائنا بالمباراه الجايه باذن الله. الله يوفقنا ان شاء الله. شنو اسباب الخساره اليوم؟ والله ما في في اخطاء، يعني مثل ما شفت الجول الاول دش من خطا، هيك علم كره القدم كل الاخطاء، ولكن قله تركيز من البدايه، ولكن استغلوها نادي كاظمه، قدروا انهم يسجلون هدف ثاني وثالث، وهذه كره القدم، يعني ما في اقوال دش الا من اخطاء. راضي عن اداء التحكيم اليوم؟ والله شوف هذا تحكيمنا من زمان، ولا اذم التحكيم يعني ولا احطها يعني عذر ان الخساره من التحكيم، ولكن احنا ما ادينا اليوم المستوى المطلوب. ممكن شوي في شغلات يعني من الحكام في فاولات يمكن ما حسبها، بوجهه نظرهم ممكن يشوفونها هم صح، ممكن احنا غلط، ولكن هذه كره القدم، ان شاء الله نقدر نعوض ان شاء الله المباريات الجايه باذن الله. طبعا دائما البدايات صعبه، ومثل ما كل شايف ان ما في مباراه سهله، خاصه في النظام الجديد للدوري، هو تلعب قسمين، القسم الثالث في ناس راح تنافس على المراكز الاولى، وفي ناس ايضا راح تصارع في عدم الهبوط. الحمد لله اليوم كنا حريصين، نادي فهيل فريق صعب علينا، جلب لاعبين محليين وايضا لاعبين محترفين على مستوى عالي، احترمنا نادي الفهيل، قدمه المستوى عليه، ولكن احنا سيطرنا على تقريبا على جميع مجريات المباراه والحمد لله. وهذه ثمار اذا انت تشتغل وتجتهد، الحصاد راح يكون هو 5 نقاط الحمد لله. مبروك لنادي كاظمه، هارد لكلنا، بالنهايه هاي كره قدم، حال كره القدم، استفاده من الاخطاء، استفاد نادي كاظمه من الاخطاء، سجل هدفين ورجع لعب على الكرات المرتده، حاولنا لكن ما قدرنا نرجع في المباراه. بالنهايه يجب علينا العمل اكثر حتى نصلح الاخطاء اللي وقعنا فيها في مباراه اليوم ان شاء الله. انه سعيد بعد ال3 نقاط بدايه الموسم، مباراه صعبه، يعني كان الفريق خلال ال7 شهور الاخيره يعني اكتسب خبرات، تغير حتى فكر اللاعبين، اليوم حاول يزج بعض اللاعبين غير جاهزين حتى يكونون عندنا كل 4-5 ايام مباراه، عشان يكون جميع اللاعبين جاهزين، خاصه ان بعض اللاعبين عايدين من الاصابه ولياقتهم ضعيفه. سألت الاختلاف المستوى في الشوط الأول وصح حصل الدروب بالشوط الثاني، قال هذا أمر طبيعي لأن بعض اللاعبين لياقتهم لغاية اللحظة ما اكتملت، أجرت عدة تغييرات حتى نحافظ على البالانس يعني على نفس المستوى على نفس الرتم، واستغلينا بعض الأخطاء فريق الفيحيل وهاجمنا في الشوط الثاني، فريقنا ما كان سيء، ولكن طبيعي هذا في بداية البطولة أو بداية الدوري يكون عندك هذا. المباراة الجاية مباراة قوية، خاصة أن حقق الفوز على نادي الكويت المباراة الأخيرة، قال أنا راح أستعد بشكل إيجابي لهذه المباراة. فريق الجارة فريق هو حديث لدوري زين، لأنه كان في الدرجة الأولى الموسم اللي طاف، إحنا راح نقدم مباراة كبيرة وراح نستعد وراح أجهز جميع اللاعبين، وبالنسبة له كل مباراة يعتبرها هو بطولة، وراح يحقق الانتصار و3 نقاط في كل مواجهة. شكرا اخوي باري، والشكر لل يعني يمكن هذه اخر مباراه في هذه الجوله، الشكر لكل الانديه العشره واخرهم كاظمه والفحيحيل، تعاونكم صراحه تشكرون عليه، وهذه دلاله على اعترافكم باهميه الاعلام ودور الاعلام، فالشكر للاخوان في نادي فحيحيل، اخوي ناصر الفضلي ما قصر، اخوي يوسف اسكندر رايتكم بيضاء الله يعطيكم العافيه، وايضا الشكر لكل الانديه بدون استثناء اللي تعاونت معانا في هذه الجولة. ملاحظة بسيطة بس قبل لا أتكلم عن المباراة، لأخونا سطام السهلي أصبح عليه بالخير أبو علي، هذه الملاحظة ترى توها وصلت لي، أنا شكرتكم على موضوع المؤتمر الصحفي حق المدربين بعد المباراة، لكن يا أخوي أبو علي لما ما تشوف ما في صحفي ولا صحفي قاعد يا أخي ما يصير أخلي المدرب يسولف حق منه، يعني يا تحاولون تخلون في صحفيين موجودين، الوسائل الإخبارية هذه أو المواقع الإخبارية اللي أعطيتهم تصاريح قلوا بتفضلوا بس المؤتمر الصحفي بعدين أخذوا لقاءاتكم، على الأقل المؤتمر يعني المدرب لما يقعد في المؤتمر الصحفي يحس إنه يعني يحس إنه والله قاعد يكلم ناس، قاعد يخاطب ناس، أدري يمكن تقول لي منقول والله الناس ناقلت المؤتمر الصحفي، بس أنا لما أقعد أسولف أخذ لقاء تحت عند المراسل ويسولف حق الجمهور وحق المراسلين. انت لما تروح المؤتمر الصحفي يا ابو علي يا اخوي سطام وانت رجل اعلامي تعرف هالامور،
يعني هناك صحفيين ما موجودين يبي ينقلون ويبي يسألون يبي يطرحون أسئلة. زين أنت أمس يقولوا لي الإخوان هذا حسب ما نقل لي أمس وبإمكانك تتأكد الموضوع. أنا شفته شيء فشل صح. ما أنا ما أدري أنا ما شيء فشل يعني ناصر الشطي راح المؤتمر الصحفي فوق يقولون ما في أحد صحفي يكلمه يعني يسولف وياي أروح أسولف حق منه يعني أسولف حق الميكروفون يا أخوي سطام أسولف حق الميكروفون يعني ما يصير. إذا أنت ما شفت في صحفيين قول له يبا كنسلنا المؤتمر الصحفي ويعطيكم العافية وإحنا مثلا نخليه حق لما يكون في صحفيين. هذا واحد. اثنين في نفس المباراة أيضا عشان تعرف أن الناس قاعد تنقل لنا حتى إحنا مراسلين مو موجودين ولا يدخلون الملعب عشان تكون بالصورة بس الناس قاعد تنقل ما يحصل في الملعب. انتم على بالكم لما ما تعطون الديربي تصاريح ولا السماح لهم بالدخول ان ما حد ينقل شو اللي يصير. ترى عندنا فيديو بس انا ما ابي انشره احتراما لكلمه اخونا ابو حمد ان المفروض الاحد اليوم تنحل هالموضوع ميك زون كله جمهور. شلون يا اخوي سطام الميك زون كله جمهور ما يصير. انت ميك زون لازم في صحفيين يمرون اللاعبين منه اللي بيقابله جريدة موقع إخباري موقع إعلامي يقول اللاعبين يمرون كله جمهور ما تدري واحد يمد إيده على لاعب واحد ينرفز لاعب واحد يطق لاعب ما يصير. هذا تنظيم يا أخوي سطام. هذه ملاحظتين أتمنى تأخذهم في عين الاعتبار. أكبر من يعني طيب أنا ما أبي أطول والله ما أبي أطول لأن عندي مباراة موضوع كنا معايات كنا قاعدين بالفريق. لا هذا ما له شغل بموضوعنا. لا أنا أتكلم عن موضوع عن كل شيء كل موضوع. لا أتكلم عن أمور تنظيمية الهويات بعدين إن شاء الله تنحل اليوم الأحد إن شاء الله وإن شاء الله كلنا ثقة إنه ينحل الموضوع. لا هي هم على بالهم الإخوان إنه والله مثلا الديربي ما يدخل ولا الديربي ما له تصاريح إنه ما توصل لنا أخبار أو ما توصل لنا فيديوهات أو لا. إحنا ترى قاعد نوصل لكم الملاحظات حتى تأخذون بعين الاعتبار وتصلحونه فقط لا أكثر ولا أقل. إنزين طيب. أنت خلافك من ويا أول شيء مو مع الاتحاد يعني خلافك على الاتحاد أهل هويات نعم. ما أقول من الصح والغلط نعم. مع الاتحاد نعم. برنامج رياضي يتكلم على الاتحاد طلع رئيس الاتحاد خلوه يتكلم مو أنتوا المحللين تتكلمون يقول لا هذا حقوقه يدافعون عن الاتحاد يدافعون عن يدافع عن الاتحاد زين يسوي عن الاتحاد لكن اكو مشكله بين الاتحاد وهذا انت بالتحليل تتكلم عنها لا انت علشان تطلع احسن الصوره احسن تطلع مغطي شيء ودافع عن الاتحاد ولكم حقكم هذا لكن اقول عشان تطلع الصوره احد قول انت قول حق واحد من الاتحاد تعالوا تتكلم قول ان المشكله كذي وحقوق النقل ما نقول ابو علي من حق انت الحين لما تدافع عن النادي ولا تدافع عن دافع انا اقول من حقك دافع لا دافع بس مو بالتحليل كيف طيب ابو احمد شاب كنكون يبدي وياك بما ان فريقك اللي فايز مبروك الفوز الله يبارك فيك اعتقد لعبوا نتيجه اليوم كاظمه طبعا الحمد لله على 3 نقاط يعني هاي بدايه جيده لنادي كاظمه بالذات نادي كاظمه من فتره طويله ما شفناه يملك صفين يعني حتى تبديلاته هم اللاعبين الاساسيين اللي مصابين صار لهم فتره فهذا شيء يعني يشكر على الجهاز الفني والاداري واهتمامهم للفريق والمعسكر يعني حتى المعسكر اللي راحوا له كانت الاجواء يعني ما هي بارده وايد مثل بعض الانديه اللي لما راح اوروبا هي اجواء بارده شهر 9 لما تبلش الاجواء حاره عندك هنا بالكويت فاعتقد كاظمه قدم مباراه جيده تنظيميا ممتازه الارتداد السريع كان جيد بالنسبه لكاظمه يعني بالذات يعني الهدف الاول اللي سجله بندر صدقه كانت رفعه وخطا من حارس المرمى عجاجي هي شوف منظومة جيدة عملها المدرب هذا اللي احنا دائما نتمنى مو بس كاظمة نتمنى جميع الأندية ان تشتغل على منظومة جيدة استقرار فني داخل الملعب مو كل ساعة تبدل لاعبين تبدل محترفين يعني انت سعيد لما تشوف كاظمة يثبت على 3 محترفين لهم تأثير إيجابي بالموسم السابق فتأكد ان الإدارة تعمل عارفة ان اللاعبين مرتاحين مع المحترف بالذات عزي وميشيل ميلاد والعرسان يعني هذول كانوا إيجابيين وكان لهم تأثير كبير في تحقيق كاظمة كأس الأمير والمنافسة لآخر رمق مع نادي الكويت في الدوري في الموسم اللي فات طيب. فأتمنى إن شاء الله الاستمرار وأقول مبروكين اللاعبين أدوا مباراة جيدة عندهم أفضل بس أدوا مباراة جيدة نتمنى إن شاء الله في مباراة القادمة يقدمون الأفضل
من ما شفناه اليوم ان شاء الله. وعلي فاحيل استحق الخساره؟ استحق اكيد تستحق الخساره. لا وحتى انا كاظمه يمكن كاظمه زين شيء زين اللي اخذ ثلاث نقط في اول مباراه اخذ ثلاث نقط شيء زين لان بس مو هذا مستوى كاظمه يعني عنده افضل انا اعتقد ان كاظمه عندهم افضل من شيء لكن اللي خلى كاظمه انه يسيطر على المباراه وياخذ المباراه سوء فريق فحيحيل يعني فريق فحيحيل ساعد كاظمه يكون افضل خاصه في الشوط الاول يعني ما نشوف جمل تكتيكيه ما في تنويع لعب ما في انتشار صح داخل الملعب في امور كثيره فحيحيل ما 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 يعني ما شفناها منه فهذا اللي خلى كاظمه انه مع ان كاظمه مو هذا المستوى اللي شفناه العام الموسم اللي طاف لكن ما تقدر تقول عن شيء لانه اول مباراه لكن واخذ الثلاث نقاط اخذ اللي لكن اللي ساعد ان كاظمه ياخذ الثلاث نقاط سوء مستوى فحيحيل خاصه في الشوط الاول يعني امور كثيره كانت غلط بالمباراه يعني ما في هجمه صح ما في جمل تكتيكيه ما في امور كثيرة يمكن في الشوط الثاني شويه بدل حاول اجتهاد يعني اجتهاد لاعبين هذا حاولوا انه يسوون شيء لكن انا اعتقد فحيحيل يبي له شغل وايد بعد يعني ما هم مثل ما قلنا ما نبي نحكم على طبعا كاظم اخذ اول مباراه ما نقول انه لازم هذا المستوى الحقيقي لكن حتى فحيحيل هم ما نبي نظلمه لان اول مباراه حقه بس مو هذا المستوى والتكتيك اللي يعني واللعب الجماعي والامور هذه اللي نعرفها عن فحيحيل. علي ما اقطع كلامك فحيحيل الموسم اللي فات هم مع كاظمه في اول مباراه فحيحيل كان افضل من كاظمه ليش؟ كان عنده استقرار كان في لاعبين خبره اليوم فحيحيل اغلب لاعبينه ترى شباب ترى مو ما عندهم الخبره الكافيه انه يلعب يا الفريق الاول طيب. فيحتاجون وقت بالذات الامور التنظيميه اللي تفضل فيها ترى تباعد الخطوط اليوم شيء كارثي عند شيء على قولتهم شيء بالشيء يذكر هاي لما نقول عن المحترفين 25 انت تلاعب تخلي لاعب كويتي تلاعب لاعب توري يمكن الكويتي افضل منه لكن تلاعبه المحترف لانه محترف بس نعم. هذا انا اقول لك خمس طيب. محترفين وايد داخل دكتور يعني كان واضح عدم خلينا نقول تكافؤ بين الطرفين هو قبل تكافؤ بتكلم بس اذا سمحت لي تفضل حق يعني الاتحاد ورساله للاتحاد للاخ عبد الله شاهين اليوم احنا نتكلم احنا قناه كويتيه عدم مثلا موافقه على بث المباريات انا اعتقد يعني انت قاعد تخسر الاعلام ليش تخسر الاعلام انت كونك رئيس اتحاد اليوم جديد وعلى كلامك بخطتك اللي انت وضعتها قبل ما تيجي الاتحاد بانك انت راح تعمل مع الاعلام مسطره واحده اللي احنا قاعد نشوفه اليوم صراحه مسطره واحده وهذا في ظلم وتاسف امانه بان انت تعطي مثلا تلفزيون الكويت حق انه ينقل لان انت اساسا بايع الحقوق ولكن مو من العدل ان انت ما تعطي جميع القنوات وتعطي بعض مواقع اعلاميه يمكن ما لها مسمى اساسا تصاريح بأنهم يكونون موجودين داخل الملعب وقناة محترمة مثل عدالة إن ما تعطيها من باب أولى يا أخي لابد أنك أنت تسمع الطرف والطرف الثاني هذا ما في رح تعال من باب أولى أن أنت تعطي القنوات الفضائية الكويتية حق نقل الدوري الكويتي ومو عيب وأنا أقولها كواحد رياضي وناصح لك مو عيب أنك تسمع أخطائك مو عيب تسمع انتقادك مو عيب أنك تسمع حتى مدحك ولكن كثرة الآراء تعطيك إنك أنت تعمل أيضاً بأرض وبيئة خصبة لا تسمع من طرف واحد اللي هو دائماً يأيدك إحنا اليوم هني بالقناة ما انتقدناك لشخصك إحنا دائماً ننتقد للعمل إن كنت موجود أنت أو كان الاتحاد السابق موجود دائماً لما نتكلم عن الانتقاد اللي للصالح العام وليس انتقاد الشخص لأنه ما بيننا وبينك شيء إحنا نبي ترجع الكرة الكويتية كما كانت بالسابق وبطبيعة الحال لما نشوف انتقاد لابد إن إحنا نقول عليه ونشير له بالبنان ما نجاملك لأن المجاملة دائما هي تضيع الواحد فنتمنى أن أنت تعدل وتكون مصدرتك الحقيقية اللي أنت قلتها بداية ما تكون على كرسي الاتحاد بأنك أنت هناك مصدرة واحدة للإعلام هذا اللي إحنا نبي إن أنت تكون على قد كلمتك وتكون مصدرة واحدة بأن تعطي جميع الحقوق لجميع القنوات الكويتية وليس مو بس فقط العداله لا طيب. بعدين والله ابو علي ما ابي اطول والله تخاف لا تبوق لا تخاف ليش لا تبوق لا تخاف ايش منه خايف قول اللي بتقوله طيب. هذا ما في شيء تجريح ولا غلط اليوم طبيعه الحال يمكن مباراه كاظمه وفحيحيل يمكن فيها فوارق فنيه كثيره من الجانب الفني لكاظمه والانسجام اللي يعني
واضح افضل من فريق فيحيل امانه. وهذا الشيء يمكن يعني التحضير اللي قبل المعسكرات اللي سووها الفريق ممكن استفاد فيها كاظمه اكثر من فيحيل. اليوم فيحيل امانه بالشوط الاول كان تايه بالملعب، يعني لا في لا طعم ولا لون ولا رائحه صراحه، كان كاظمه قاعد يلعب مع فريق متواضع تماما صراحه، مو هذا فيحيل اللي احنا شفناه بالموسم السابق، حتى لما كان ايام العدواني ظهر العدواني وبعدين يا ديبور كان فريق يمكن مختلف تماما. ولكن احنا اليوم ما شفنا فيحيل بالشكل اللي خلينا نقول معهود عليه. كاظمه انهى المباراه بالشوط الاول، انتهت المباراه 2-0 وانتهت المباراه. الفريق بالشوط الثاني ابدا تغييرات المدرب، ولكن التغييرات هذه كانه يريح لاعبين وعطى لاعبين فرصه مثل مهاجم كاظمه عبد الله الظفيري، لا مو عبد الله الظفيري، لاعب منتخب شو اسمه فهد رشيد بندر لا بندر لعب الشوط الاول بس لا الشوط الثاني اللي نزل كان مصاب شبيب الخالدي عطاه فرصه عطى المحترف فرصه بيشوف جاهزيته بالضبط. شبيب كان شبيب انا اللي اعرف انه ما التحق مع المعسكر ما راح مع المعسكر، بالتالي شاف ان المباراه منتهيه. نعم تباعد الخطوط عند فيحيل كان واضح، عدم الانسجام، ما في ضغط على حامل الكره، ما شفنا لعب بوصول المرمى، ضياع فرص، ما شفنا كل هذا. دليل ان الفريق نفس ما قال ابو علي فريق يحتاج كثير من العمل، يحتاج كثير من التجانس، حتى المحترفين مو على المستوى المطلوب امانه بالنسبه حق نادي فيحيل، ولكن يبقى على كابتن فراس انه يعمل على الفريق بظهوره بشكل مشرف. نعم وليس بالظهور اللي احنا شفناه امام كاظمه. دكتور اتمنى يعني انا بختم من حيث ما ختم الدكتور جاسم، ان لا نكسي على الفيحيل، مثل ما امس تكلمنا ايضا عن مباراه السالميه والتضامن القادسيه والساعة، يعني الفرق اللي تخسر اتمنى ما نكسي عليها ونعطيها الفرصه، لان حتى العربي ترى العرباويه زعلانين على اداء فريقهم. هذه اول جوله واول مباراه، خاصه المدربين الجدد، اتكلم عن فراس مع الفيحيل، مدرب العربي مع العربي، القبندي مع التضامن، اتكلم عن المدربين، هذه اول يعني اول اختبار حقيقي لهم. شوف بسعود، اول شيء كلامك في عرف كره القدم، في عرف التدريب، انت في فرق بين معسكر مباراه تجريبيه وتنتقل الى مباراه رسميه. دائما الرتم هني، انا حتى عقليه اللاعب وشعور اللاعب هني لما العب مباراه تجريبيه غير لما العب مباراه رسميه. احنا ما راح نكسي على فيحيل كون اول مباراه، انا ممكن اكسي على فيحيل بعد ثالث مباراه، ثاني مباراة إذا صار نفس الرتم، لا ثاني مباراة أنتقد بعدها، لا أكون أكثر شدة بالانتقاد بعد ثالث مباراة أو رابع مباراة، لأن أشوف إن خلاص بداية الأمر ضيعت أنت 9 نقاط، لا أنا من حقي إني أقول المدرب فيه كذي، نقص اللاعبين فيه كذي، المدرب صار كذي. ولكن اليوم هو أول مباراة، ما أدري عن ظروف الفريق إذا كان فيه إصابات أو غيره من الأمور. دكتور شوي على فعلت اللي يصوتون بالخمسة. نحن نبيلهم الزين والله، فريق لا شاوس، نبيلهم الزين. بس أنا أقولك شيء، اليوم المشكلة أن الفيحيل في بداية أمره أو أول مباراة له مع كاظمة أنا أسميه يعني امتداد لمسلسل الانتصارات في الموسم السابق. مدرب ثابت، جهاز إداري ثابت، محترفين وأغلب اللاعبين ثابتين. فاليوم عندك الرتم أنت ما تغير، ترى هي فترة شهرين إلى 3 أشهر، نفس الوجيه، نفس المدرب، نفس الجهاز الإداري، نفس اللاعبين، نفس المحترفين اللي العام إحنا أشهدنا فيهم، سواء المحترف الأردني ولا الاثنين اللي ذكرهم أخوي عزي وهذا والثاني زين. الأمر هم بعد أنت العام لا تنسى أن كاظمة طلع في نتائج إيجابية، منها حصوله على 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 كأس الأمير بطولة، كان ينافس ثاني الدوري، عنده استقرار. أهم شيء إحنا شو نقول، هو مثلث أضلاع، مدرب، لاعبين، جهاز إداري. اليوم عندك أنت استقرار، الفيحيل مدرب جديد، بعض اللاعبين حتى المحترفين هم محترف راح القادسية، المحترفين تغيروا فيهم، بعض اللاعبين اليوم قاعد أشوف علاقاتهم، كثير من اللاعبين علاقاتهم كلهم صغار، فهذا يعطينا على قولتهم انطباع ان اليوم المفروض احنا هم بعد ما قال اخوي عبد العزيز ما نقصي على الفيحيل، نقول ان شاء الله الفرصه مواتيه ان يعدلون الاخطاء. احنا شفت دكتور ترى ما نتكلم عن النتيجه، نتكلم حتى عن الاداء. نعم كلام صح، يعني نخسر مباراه بس الاداء يكون بس انا اقول شيء ابو علي، هو تدري شو المشكله ان قد يكون انا قمت معسكر ما عندي مشكله، طلعت برا الكويت ما عندي مشكله، اجواء معتدله ما عندي مشكله، ولكن المشكله شنو؟ اني يمكن انا ما حضرت تحضير الجيد في المباريات،
يعني مباريات ساعات احنا والكل يعرف على قولتهم بعض ساعات احنا نلعب مع فرق صراحه اقرب لفرق فنادق. فانت اليوم لما انت تجي تجهز نفسك برا في مباريات مع انديه معروفه يعني معروفه سواء في الخليج انت مثلا بنفس الدوله لعبت مع نادي الشارجة ولا نادي الأهلي الإماراتي ولا نادي الهلال السعودي في نفس المنطقة وهم بعد أو أحد الأندية القوية في الدولة نفسها اللي أنت غير لما أنت تلعب مع فريق درجة ثالثة ولا فريق أقول يا رب هذا معقول يلعب هذا تضع على قولتهم إنه فريق هواة. طيب هذا اللي إحنا نتكلم عنه. طيب أنا بروح الفاصل بس قبل الفاصل يعني أتطرق إلى مقالة لإخوان أعزاء معنا في الوسط الإعلامي وأنا ذكرت قبل فترة يمكن أول ما صارت المشكلة شكرت كل الأخوان الزملاء العاملين في المجال الإعلامي اللي كانت لهم وقفة مع برنامج الديربي وزملائهم في برنامج الديربي وهذه مو غريبة عليهم. الأخوان في منصة الجماهير كتبوا مقالة اليوم موجهين فيها رسالة إلى الأستاذ عبد الله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم وكان عنوانه اتساقا مع ما ورد. أنا أدعو الأستاذ عبد الله أن يطلع على هذه المقالة ويقرأ ما فيها وأشكر الأخوان في منصة الجماهير. وبالنهاية أستاذ عبد الله ترى أنت بتمشي يعني سنة سنتين ثلاث أربع كم تقعد 10 سنين 8 سنين تمشي على الأقل يعني خلينا نقول الله يذكرك بالخير والله ما قصر مع الإعلام والله رايته بيضة حاول يتعاون مع كل الإعلام وهذا الأمر ترى ينطبق على كل من سبق في مختلف المجالات لا تقيسه على مجال رياضي بس. يوم شوف أعضاء مجلس الأمة اللي يمشون شو يقولون عنهم في ناس يقولون عنهم والله زين افتكينا منه في ناس يقولون والله إن شاء الله ما يشم المجلس وإن شاء الله ما نشوفه بالمجلس وفي منهم يقول والله يستاهل وراح نوقف وياه ونعطي ورايته بيضة وبيض الله وياه. فأنت فكر في هالناحية لا تفكر إنه والله أنت الحين على الكرسي كرسي وحتى ربعك اللي معاك ترى ربعك اللي قاعد يشيرون عليك وينصحونك ترى بالنهاية هم هذي الماشين ترى بيقعد له كم سنه سنتين ثلاث اربع بيمشي بالنهايه هم راح يجون يقعدون هنا يعني راح يوم راح يقعد هنا صلاح الجناعي جمال العتيبي قول منصور باشا ما يحب الاعلام عبد العزيز سمحان احمد عقله هايف كلهم بالنهايه راح يجون ضيوف راح يجون ضيوف باكر لو كبر وصار عمره كبير راح الناس تقول له والله تعال خسوي معاك لقاء كلمتين قبل لا تودع الحياه بعد عمر طويل الناس تذكرك بالخير بس مو لما والله زين افتكينا يا عمي خلي يمشي هو انا ما نعرف شنو السبب بس في سبب ماكو سبب يقول انتهكوا الحقوق شو الحقوق مات شو الحقوق مو هذا دكتور هو المشكله هي المشكله ان ايش ما ايش اقول لك اياها انت يعني ما يدزون كتاب رسمي دز والله انت ويا الاخوان بعتذر منكم اسفين تصاريحكم مرفوضه انتوا خالفتوا لواحنا واحد اثنين ثلاثه اربعه عطنا فرصة نرد عليك بالضبط. تعالي بهذه اللائحة كذي هذا اثنين هذا ثلاثة هذا أربعة هذا المهنية اللي انت قاعد بالضبط لكن والله انت تهكت حقوق يعني بدون ما تخاطب بدون ما يا اخي اتصل لا تتصل فيني انا انسان مذيع يعني ما لي اي صفة رسمية كلم مدير القناة قول له يا ابو حمد ترى اسمح لنا احنا كذي واحد اثنين ثلاثة بس ما فيها شيء يعني بالنهاية دز كتاب تبوني بحقوق ترى هذا المبلغ تبون ما تبون كيفكم هذا المفترض لا الحين بسعود التصاريح انت التصريح زي تعطي والنعم فيهم كل ما بيقول عوير وزوير ما نقول هالكلام لا كلهم نقول كلهم على لا ما نقول يعني نقول هالكلام عيب نقول كلهم والنعم فيهم كل شيء تعطي فلان وفلان ما تعطي هالشيء ليش هو هم هذا الموضوع حتى حق الاستاذ عبد الله الشاهين يمكن انت ما تدري يمكن ما تدري لكن الاخوان اللي قاعد يشيرون عليك هم للأسف هم يمكن ما يدرون ومنهم الأخ صلاح الجناعي يعني يا أخوي صلاح أنا بعطيك مثال بسيط جدا الآن حقوق كأس العالم ترى موجودة عند بي إن سبورت ما حد له حق يأخذها تبي تخاطبهم تبي حقوق تأخذها ما أعطوك إياها ما أعطوك لكن للمعلومة يا أستاذ صلاح الجناعي وأنت تدري أنت تدري الحين لما تروح كأس آسيا أنت منتخبك مو مشارك ولا عندك حقوق يعطونك هوية صح ما سألت نفسك ليش يعطونك هوية انت طلبت هويه انت عضو في الاتحاد الاسيوي واعطوك هويه مع انه لا عندك حقوق منتخبك مو مشارك ولا لك علاقه اصلا تيجي تحضر كاساس لكن اعطوك تقديرا لعملك في الاتحاد احنا نفس الشيء احنا اليوم لما نخاطب البي ان نقول لهم يبا احنا عاملين في انا عامل في قناه الاي تي في ولا في تلفزيون الكويت وابي
ترخيص او هويه اعلاميه كان ترى بالموقع حاطينه بالموقع دش ومل الابلكيشن ودز اوراقك ويطرشوا لك التصريح وتروح بدون كاميرات ما في ايه تصريح اعلامي اعلامي إيه تدخل تروح المركز الاعلامي تروح المؤتمر الصحفي تروح اعلامي هذا 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 متبع بكل مكان لا عنده حقوق ولا ماخذين حقوق ولا حتى لو منتهك حقوق ما له شغل هذا تصريح يدخلك البطوله انت داخله اللي انت حاضرها بس انت للاسف ما ادري يعني ما ادري شلون تتعاملون مع الموضوع هو 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 خل صلاح الجناح صلاح جام بالنهايه امين يعني امين سكرتير عام او امين عام للاتحاد يبقى هناك مجلس اداره الاتحاد الاخوان اللي انت ذكرت اسمائهم افترض لهم دور اليوم ما يصير معلش مع كل تقدير احترامي هذا لابد انه يطلع قرار مجلس اداره بان مثلا يمنع قناه العداله مثلا بان ما نعطيهم تراخيص ما نعطيهم هويات ما نعطيهم كذا هذا المفترض موجود مجلس ما يصير هيك يعني معلش رئيس الاتحاد وهو رئيس الاتحاد ما يصير يمنع من كيفه اذا كان يمنع من كيفه مع احترام مجلس اداره شنو دوركم مجلس اداره شنو دوركم لابد انه يكون في اجتماع يؤكد صح كلام رئيس والله الاتحاد كلامك انا شوف انا عتبي على 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 ثلاثه واربعه لهم علاقه طيبه وياي يعني اولهم الاخ خايف الديحان خل انا اقول احمد عقله يمكن زعلان يمكن ما يرد علينا راجع له شيء راجع له ابو عثمان ابو شاهين نفس الشيء لكن اليوم اتكلم عن اخوي هايف انا رفيجهم زميلهم اخوي منصور باشا الاخوان يعني كلنا ربعهم يعني عموما تاخرنا على الفاصل خل نروح حق فاصل وبعدها عندنا لقاءات الجماهير الغدساويه نشوفها معنا صباحكم الله بالخير. قبل لا أروح حق تقرير الجمهور باسم كل العاملين في قناة الـ ATV وعلى رأسهم أخوي المدير التنفيذي أحمد الفضلي نحب نعزي الأسرة الإعلامية الرياضية في مملكة البحرين الشقيقة بوفاة الأستاذ القدير الإعلام القدير ماجد سلطان وهو شقيق طبعا الأسطورة البحرينية أحمد سلطان نعزي الأسرة الرياضية الإعلامية في مملكة البحرين وأخونا العزيز الكبير حمود سلطان بشكل خاص وأسرته الكريمة بوفاة الأستاذ ماجد سلطان أيضا باسم قناة الاي تي في وأخونا أحمد الفضلي وبرنامج الديربي أيضا نعزي الأسرة الرياضية الإعلامية السعودية بوفاة الإعلام القدير غالب كامل طبعا الأستاذ غالب هو من مؤسسي الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية نسأل الله تعالى أن يسكن فسيح جناته ونعظم الأجر لكل الزملاء العاملين في المجال الإعلامي في المملكة العربية السعودية وحتى زملائنا الرياضي وحتى أحمد سلطان ترى هم اتصل فيني في وفاة شقيق هم عزاني بعد هذا أنا اتصل فيه الحين لازم أكيد اتصل فيه بس على بس هو يدفع فلوس الفاتورة لا الله يرحمه إن شاء الله ولا ما وما الله يرحمه ماجد هو ماجد سلطان كان زميل لنا وكان أيام اللي كنا نلعب في أيام اللي كنا إحنا نلعب وهو كان من الإعلاميين البارزين الله يرحمه زميلنا خلف العنزي أخذ لقاءات مع بعض الجماهير القدساوية أمس طبعا احنا ما اسعفنا الوقت لان مثل ما انتم عارفين مباراه خلصت الساعه 11 ولما اخذ اللقاءات والمباراه كانت في الاحمدي وهي العرضيه واحتاج ساعه ونص يمكن عموما خلينا نشوف اللقاءات اللي اجراها اخونا خلف ليش حاضر اليوم؟ والله مع اخوي زعلان؟ اي والله زعلان والله ليش؟ خذوا الصداره شو المشكله؟ ان شاء الله في امل ان شاء الله دوري باوله اي تو الناس ان شاء الله دوري بالمنصوريه جمهور حولك جمهور غدسيه حولك
ماكو مشكله هذا ما هذا ماكو مشكله ما تقدر تبقى خلاص شنو دقيقه هذا وينه انا اسال اداريين النادي العربي والنادي العربي والنادي العربي كله واسال المصريين الكبار هالشخص وينه مفقود من مباراه كاس الامير اللي انطقينا هذا الغاتسيه شنو الغاتسيه 3-2 اخر دقيقه شنو 3-2 اخر دقيقه اوكي الاداء كله الملعب الاستحواذ كله عند الغاتسيه عاجبني الاداء وعندي رساله لو مو تحطون الشاهين لو تحطون خالد الغانم نفسه رئيس اتحاد الغاتسيه راح يبقى الغاتسيه هذا الزعيم الصجي اللي ما يعرفه هذا الزعيم الصجي مو الناس اللي تتلزق هذا الزعيم الصجي اول مباراه بالدوري صح ولا لا صحيح. والمعسكر يا دوب اللاعبين تعرفوا على بعض وطبقوا الخطه باذن المولى سبحانه وتعالى الدوري لنا وانا صدقني اللعبه الجايه بس حتى الدجاجه صفره بلبسها يعني الحين بس الشماغ حبه شوي الدجاجه وراها العقال قادسيه والله ما استغني عنها ولا اتركها انا اقول حق الكويت والعربي هذا الزعيم ما حد يقدر يفوز عليه شوف مكتوب الزعيم بصل ما عليك والله مستانسين من حقهم انت جايبك اليوم يا استانس يا شو الزعيم الحقيقي وزعلت الحين لا والله عادي قادسية متصدر عادي احنا بس نفوز ما حد يقدر علينا هذا الزعيم قادسية زعيم ما حد يقدر عليه الجمهور لآخر ثانية متوقع ان القادسية بيفوز تدري ليش لان من 6 سنين احنا ما شفنا يعني مثل هاللاعبين اللي مصرين على الفوز الف مبروك للنادي القادسية اليوم اداء 10/10 والف مبروك للزمالك المصري رقم واحد رقم مالك قادسية الزمالك قادسية في القلب قادسية هذه قادسية وهذه الزمالك والله الحمد لله واعتقد باذن الله ان شاء الله المباريات الجايه راح يصير حضور اكثر ان شاء الله يا رب راضي عن الحضور اليوم؟ بصراحه بهالاجواء وويكند ومباراه بالاحمدي الساعه 9 بالليل اعتقد الله يعطيهم الف عافيه يمكن احنا نلوم الفريق ساعات على المستوى لكن بهالاجواء هذه صعبه اي احد يلعب او اي احد يحضر المباراه صراحه انا متصدر حلو؟ وجهتي حق كاظمه التاكسي حلو؟ لا التاكسي لعبتك مع فهيل شو تقول حق فهيل؟ فهيل؟ راح اطقك 2-1 بالرعثه باي باي يا العربي باي باي يا نادي الكويت ودوري لنا ان شاء الله والله الجمهور ونيس صراحة ودك تحضر مباريات فيها الجمهور تستمتع عموما على طار القادسية في خبر القادسية يقولون لعب مباراة ودية اليوم حتى الكويت لعب مع خيطان خسر 4 والقادسية فاز على الجهرة 3 يعني مباراة الودية توقع حق اللاعبين اللي ما لعبوا البدلاء إيه يعني أنا ما يعني إذا أنت تملك المعلومة إذا لعبوا ولا ما لعبوا ولكن إذا اليوم فعل القادسية لعب فهو اكيد بيجرب البدلاء يعني لا فكره جيده هذه في محلها يعني محلها لان ليش مع وهذه تصير احنا الحين حتى لما نروح مع منتخب نروح برا الفريق اليوم يلعب مباراه باكر الفريق الثاني اللي ما لعب يلعبون مباراه يوم ثاني على طول يريح اللي يلعب هذه هاي فكره جيده هذا المفروض الانديه تسويها كنا نلعب ونلعب ثاني يوم دوري الرديف واللي ما لعب بالمباراه امس يلعب اليوم دوري الرديف فالموضوع انت اليوم في بدايه دوري لابد انك تجرب لاعبينك كلهم قاعده اللاعب على الدكه ترى مزعجه نعم صراحه يعني اليوم انت انا عندي فرصه مباراه تجريبيه ان خلي على الاقل اقول حق المدرب شوفنا شنو مستواه نعم صراحه يعني شوف انا بس بتكلم شوي على التغريب صراحه انا لفت نظري امس الحضور صراحه الطاقي حق جمهور بني غادس نعم وهذا شيء يشجع ان اليوم الجمهور جاي متعطش والجمهور هم بعد احنا نفس ما بيوم الايام نقول سلبيه لابد ان نقول لحظه من لحظات الايجابيات اللي صارت بالفريق. شوف اليوم حضور الجمهور دليل رضاءه البسيط او النسبي على 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 ما قام فيه مجلس الاداره من استحضار بعض اللاعبين يعني صراحه اليوم انت القادسيه وحضور اللاعبين يعني مثل احمد لاعب احمد ابراهيم الشمالي عبد الله الشمالي كثير من اللاعبين المحترفين مشاري العازمي علي شراق في حراسه المرمى فهذا الامر يخليك صراحه يعني تروح وانت شوي يعني مرتاح نسبيا
الأمر الأهم صراحة يعني أنا ما لفت نظري أمس، وهذا دليل على حماس اللاعبين، فرحة لاعبين ميخ، يعني أنا أقولك الأمانة يعني مو جديدة عليهم، ولكن لفت نظري فرحة علي علي شراق. صراحة علي شراق أمس فرحته في تسجيل الهدف الثالث كأن هذا ابن نادي القادسية اللي ترعرع من المراحل السنية صراحة. نعم، ولا هي جديدة على أبناء أخوي علي ولا عبد الله الشمالي ولا كذا، هذا لأنهم اليوم إحنا يا جماعة لا حد يزعل، إحنا اليوم إحنا نطالب في زمن الاحتراف. زمن الاحتراف اليوم جاسم الهويدي يلعب بالسالمية، بكرة حصل عقد أفضل يروح لنادي أفضل. صحيح. لأن إحنا في عصر مادة، لا حد يزعل يا جماعة. نعم. لا نخلي مصلحتنا الضيقة ننسى مصلحة اللاعب وأمور اللاعب، لأن بالنهاية فقير مسكين هذا بيعتزل ما راح يحصل شيء. طيب احنا اول 20 سنه لعبنا كل الولاء شيء الولاء حق الفريق. هذا الصدر دكتور، ايش رايك باول ظهور للسالميه؟ للحين صراحه يعني مو بس السالميه، ترى كل الفرق الفريق كان للحين يعني مو راضي عن اداء امامته، مو راضي لان النتائج اللي قدمها بالمعسكر مباريات المعسكر ما كانت يعني ذاك المستوى، يعني حتى ولا الطموح. يعني صحيح لعب مع فرق زينه، ولكن يبقى ان انت تبي تشوف فريق تطمن على فريقك. اليوم يعني المحترف العراقي يبي له وايد شغل، تبي صراحه يعني تكلموا عنه ان بالمعسكر كان يعني وايد زين، ولكن لما شفناه اول مباراه امام التضامن ما كان زين. بالتالي انت قاعد تتكلم عن يعني معلش قاعد تتكلم عن نادي السالمية. نادي السالمية لما يجي محترف لابد انه يكون محترف على مستوى، لان عنده لاعبين على مستوى سواء محليين او الاجانب اللي معاه. نعم. زائد اشراك جمعه سعيد وهو مو جاهز، هم عليها علامات استفهام، يعني قاعد نزل اخر 5 دقائق او 7 دقائق قاعد يتمشى. بالتالي لابد انه يعني السالمية يظهر افضل. صحيح انا اقول يمكن هذه المباراه الاولى اكيد يعني ما تقدر تحكم، لان كل الفرق حتى الفرق الكبيره الكويت، القادسيه، كاظمه، العربي، مو هذول الاسماء اللي احنا نعرفهم كمستوى، لكن ليش اول مباراه. ولكن انا اعتقد بعد ثالث رابع مباراه راح يبين الفريق بشكل افضل، نتمنى يعني هذا الشيء. الشيء الثاني بالعكس اللي تكلم فيه الدكتور وعلي بان الفرق تلعب مباراه ثاني يوم، ترى اصلا هذا من الاحترافيه الان. صح، لان انت اليوم قبل المباراه عندك ساعه تتمرن فيها اللاعب. المباراه الثاني يوم تلعب مباراه اساسيه، يلعبون 11 لاعب مع الخمسه البدلة، يعني انت عندك الباقي بالضبط. وثاني يوم ياخذون، لا مو راح يعني يتمرنون، بس ما يتمرنون قوي. لا اكو فرق يعطون المراحل بالضبط، في فرق بالضبط يعطون مرات المدرب يركز على المجموعه، باقي الدكه اساسا يصير 3 ايام كانه مو متمرنين. اي صح، فهذا فانت اليوم لما تلعب مباراه تجريبيه هو قاعد يوازن عمليه اللياقه البدنيه حق اللاعب الاساسي واللاعب الاحتياط. لا اتمنى كل فكره ايجابيه يلعب مباراه الاحتياط وتتفق مع النادي، نفس النادي اللي تلعب وياه تتفق. ايش رايك تمرين خفيف والمدرب يركز على ال 11 لاعب والبدلة 3؟ يعني انا يعني على قولتهم نمى على علمي ان بعض المدربين قاعد يركز على 13 14 لاعب قبل المباراه، يعني قبل المباراه هذه الجوله الاولى، ان في بعض اللاعبين. ابو علي خليني اقول لك شغله، في واحد من اللاعبين شفته بالنادي الصحي كان يقول يا معود ايش فيك؟ ايش فيك انت؟ كأنك ما راح تلعب المباراه. سيقول لا انا بركت ليش؟ سنقول يا معود حتى تمرين امس ماخذ 13 14 لاعب ومخلينا. وهذه سلبيه، هذه سلبيه ترى. إيه غلط يعني يحس اللاعب حلوه ترى، اللاعب يضايق مو مع ان هاللاعب ترى مو كبير، صغير بس. لا مو والله العظيم، لا مو الباحث، مو القصد من هذا. القصد انه لما تلعب يوم ثاني مباراه ان تصير اصابه عندك، يصير توقف لهذا اللاعب البديل جاهز. صحيح. هذا برشلونه والسيتي لعبوا الدوري بعدها بيومين لعبوا مباراه وديه ترى برشلونه. طيب لعب انا ودي بصراحه بس رساله حق حمد القلاف. تفضل. يعني اليوم حمد القلاف بعد المشكله اللي صارت له بانه هو طلب من الاتحاد فسخ العقد والامور هذه كلها، والاتحاد رد بان انت باقي بنادي السالميه. انا يعني اكلمك كولدي يعني فكر صح، ارجع نادي السالميه وتمرن مع نادي السالميه وطالب بحقك. الان دام انت وقعت عقد وهذا العقد ما راح يكون في فسخ الا بعد سنتين، انت اللي قاعد تسوين انت قاعد تدمر نفسك. نعم صح. يعني انت تقعد سنتين بالبيت، اذا انت بالك ان انا والله ما بيلعب مع نادي السالميه فانت راح تقعد سنتين بالبيت. انت لاعب منتخب وانت لاعب مميز، هالسنتين اللي ما راح تلعب فيهم
ممكن انك انت ترجع ما راح توصل حتى منتخب. نعم. لان خلاص ممكن انت تكون يعني تراجعت عن مستواك حتى نسيت الكره، لان ما حد من الانديه راح يتقبلك انك انت تتمرن حتى عنده. فارجع لنادي السالميه، نادي السالميه محتاجك، منتخب الكويت محتاجك. عليك انك انت تفكر صح، انسى من يتكلم ويقول لك اشياء سلبيه. انت بالنهايه لاعب لنادي السالميه وعرفك الجمهور من نادي السالميه، فارجع نادي السالميه. طيب سعيد بقول لك بس بشكل سريع نقطه شغل، شوف اغلب الانديه يحط العقد على كيفه، ما يصير. يمكن اللاعب هم يبي يحفظ حقه، صح ولا غلط يا ابو حمد؟ طبيعي. مو تقول انت زمن الاحتراف، لما انت تقرا العقد تلقى في بند ما يعجبك، يقول لك غير البند، يقول لك لا هذا البند كل اللاعبين سواء، هذا مو ذنبي، انا مو ذنبي، انا بحفظ حقي. انت متى بتحفظ حقك كنادي؟ بالضبط. هم انا بحفظ حقي، مثلا يبلش مثلا 1/8/2022 انت عقدي 31/5/2026 مثلا، وتحط هم انت كلاعب. ليش ما تحط انت مثلا انا كل اذا خلال 3 شهور ما يعني ما نزل لي راتبي اقدر انا افسخ عقدي؟ طيب. من حقي كلاعب دام انت تبي مني لازم تعطيني. هو الدكتور طيب. يقول يعني تمرن وطالب حقوق. لا انا قصدي ان حتى العقود ترى اغلبها ترى مو منطقيه، الصيغه موجوده بالنادي كوبي بيست، ما يصير. شيء ثاني والله يا جماعه، بس شيء بس زي بسيط. شيء ثاني، انت لما تتمرن مع النادي ترى ممكن يجيك عقد خارجي. ليش تفكر انا دائما اني انا بلعب 3 سنوات بالنادي؟ انت عندك رئيس نادي شيخ تركي اليوسف، والنعم فيك رئيس نادي متفهم جدا للاعبين الموجودين عندهم بالنادي. انا صيغه عقد يعني عقد ولدي انا القاريها وانا حاطه حق شيخ تركي ترى، وقلت له ابي كذي كذي كذي، ما عنده مشكله. حتى خروجه خارج برا 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 نادي السالميه ويلعب مع انديه خارجيه مطالب حتى ياخذ شيء من العقد اللي ووافق على هذا الامر. يبقى انت لا تخسر العالم. طيب. انت فكر حق قدام ان انا اطلع من نادي السالميه العب برا بالخليج. أوكي. في حساب دوري نجوم قطر، في حسابهم في تويتر، انا دائما اشيد فيهم صراحه لان حساب متجدد ودائما يعني خلينا نقول متفاعل مع الجمهور، الله يعطيهم العافيه القائمين على هذا الحساب. اختاروا اجمل اهداف الجوله الرابعه، انا بعرضها لكم تشوفونها معانا وتستمتعون باهداف دوري نجوم قطر، ونشوف شنو راي الاخوان باجمل هدف في الجوله الرابعه من دوري نجوم قطر. الاهداف الاجمل، اجمل هدف ابراهيم ياسين ابراهيم، ايوه هذا مال القرافه، ها اي القرافه هذا. انت شو تقول؟ مال ام مصلاب، مال ام مصلاب. والله ابراهيمي، ابراهيم وانا ابراهيمي. كل اتفق مع نجم الغرافه ياسين ابراهيمي، فكره جميله بصراحه. انا اشكر القائمين على دوري نجوم قطر وحسابهم، واتمنى كثره اللقطات، كثره اللقطات على بال حل مشكله. لا والله ما عندنا مشكله، بالعكس احنا مستمتعين نغطي الدوري السعودي الدوري القطري. والله يا ابو شاهين احنا ناس طيبين والله. لا بالعكس، والله بالعكس. يعني شوف هذه صوره، انا هذه صوره حاطينها القائمين على حساب دوري روشن السعودي. يعني احنا لما نتكلم عن هالبطولات، شوف احنا هم يبون الناس تتكلم عن دوريهم. هذه الصورة اختاروها الإخوان كأجمل صورة في مباريات يوم أمس في دوري روشن السعودي. صورة جميلة وفعلا يعني لوحة تستحق أن يرسمها الفنان الراحل الهولندي فينسنت فان جوخ. فان جوخ طبعا فنان عالمي شهير. طبعا ما تعرف قصته، تعرف قصته؟ تعلم؟ ما تعلم؟ لا تعلم، لا تعلم، ما فان جوخ على فكرة قص إذنه قصة، قدمه هدية حق زوجته. إذنه قصة عليه وعلى إذنه. هذا فنان، هذا فان جوخ. تعرفه؟ ما تعرفه؟ انت والله مربي قصة، يقول قص خشمه. هذا فان جوخ حق زوجته، هو طبعا مو حق زوجته، حق حبيبته يعني، بس يعني عشان تعرف الحب والعشق يعني. هذا ترى على فكره فان جوخ، والله خليني اقول لك تستفيد مني. والله ماني محلات ذهب. فان جوخ ايام يرسم
ما يرسم تدري قبل يرسمون حق الملوك الأمراء عشان ياخذ فلوس أيه. هو لا كان يرسم حق الفقراء تخيل اللي مثلا يعني اللي قاعد يخم الشارع عشانكم يعني او يعني اللي الزباله وكذي يعني محشومين طبعا يرسم مثلا اللي يشوي البطاط هذا اللي قاعد يخب يرسم له اي كذي يعني يرسم حق الفقراء المساكين انت هذا فان جوخ يرسم له خيال فان جوخ على فكره ترى ما عنده ريشه شفت ريشه قبل ما في ريشه قبل كذي الطقه هذه عرفت يعني فنان والله اقرا عن فان جوخ زين ايش عنده انت وين فان جوخ عبد العزيز تدري ان في عندنا واحد هنا بالحلقه فنان هم بعد رسام لا والله ما ادري منو ابو احمد نعم نبي منه لوحه والله ولكن هو السابع طيب زين وقت هلا اخر اتصال معانا من السعوديه قبل اروح الفاصل اتصال سعودي راقي برقي اهل السعوديه كلهم اخونا ياسر الدريبي وحسب ما قالوا الاخوان هو شاعر حياك الله يا شاعرنا يا ياسر الدريبي تشجع الهلال وعليكم السلام اذا تشجع الهلال بسكر الخط وياك من الحين اقول لك لا لا بتعرف قد شوي حاب اصب عليك اخوي على الاخوان اللي عندك الدكتور جاسم الهويدي الدكتور محسن العنزي محمد كرم اخوي شهاب كنكوني الله يسلمك حاب نستاذنكم بس بهذه الابيات لو سمحتوا تفضل تعسم بس ابيات طيبه حق يقول شوف بالعشاق عشاق وبتلقى كثير كثير واجمل العشاق نصر النعشقه نصر يا سلام شوف لحظه ياسر قبل لا لحظه بس قبل لا تكمل اصفق لك عيدها مره ثانيه تكفى يقول شوف بالعشاق وبتلقى كثير واجمل العشاق نصر نعشقه شوفني مبسوط بالنصر الكبير عالم وتارك جميع الأفقة له أحن وفيها هيم وله أغير وله رجال بالمواقف هم ثقة من يحسب النصر إجداره قصير من تحوله ولن تقادر تلحقه والله أن حسابنا معهم عسير لو تغيب الشمس بكرة مشرقة شامخني النصر والدنيا بخير وكل مجد في خيالي محققه وكل ما نبغى مع الداعم يصير قبل ما نطلب يجي ويحققه رمزنا خالد كما السيف الشطير والعلاقة بكل حب موثقة لك جماهيرك تحبك أنت غير وشمسنا منه يقرب تحرقه شوف بالعشاق وبتلقى كثير وأجمل العشاق نصر النعشقة صح لسانك والله صح لسانك أنا بوقف لك والله يا ياسر بوقف لك وصفق لك كلمات طيبة خل الدكتور جاسم الهويدي ومبارك الدوسري تحترق أعصابهم شوي ليش تحترق؟ ليش؟ احنا خلينا نقول حق ياسر الدريبي أول شيء صح لسانك وبكل رغي وبكل روح رياضية نقول لك صح لسانك ويبغى النصر أحد الأندية الكبار وهذا ما يغثنا ولا ما يضايقنا شعرك لأن يبقى النصر كبير ويبقى الهلال كبير لا 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 لا, لا لا يبقى لا الهلال لا كبير النصر أكبر بعدين بعد بعدين يبقى الهلال كبير كيف يا أخي كيف يا كيفي كيفي ما يصير ياسر تبي تقول كلمة أخيرة ياسر عبد العزيز هسمي أبوي أقول بتقول شيء أخير سم الله عدوك أقول ألف شكر على الأخوان في برنامج الديربي على هذا المداخلة سبحان الله خير جميعا وانت شكرا لك ونبي ان شاء الله بكل فوز ان شاء الله بقصيده ثانيه لما ان شاء الله العالمي ياخذ الدوري ان شاء الله بكل فوز ان شاء الله قصيده ونهديها لسمو الامير خالد بن فهد وسمو الامير ايضا وليد بن بدر والشيخ طلال الرشيد كل رجالات وجماهير العالم وبالنهايه ناخذ البطوله ونصور وياها كذا اخذتها بذراعك اذا اخذتها بذراعك من بارك بس تاخذها نقول لك الهلال بعد بطوله اوكي لا ويعور الهلال والله الهلال والله القصيده اللي عورتكم والله القصيده اللي عورتكم والله ما لي سعيد انا ما تابع الهلال بس مباريات خليني اشكر ريالي
خذوها بالسبه. مشكور يا اي والله كلهم سبه. شنو سبه؟ التحكيم كل الناس مو تحكيم يا رجل، كل الناس كل الا انت وما تشوفوا التحكيم. ابو حمود اروح لفاصل وبعدها ساعه. صباحكم الله بالخير. طبعا الاخوان في شركه ويكند هوم العقاريه مشكورين، اهدوا مشاهدي ومتابعي برنامج الديربي شاليه لمده 3 ايام لمن يتوقع نتيجه مباراتي القادسيه والساحل ومباراه الكويت والجهره. لمن يتوقع النتيجه صح، واحده حطيناها في تويتر وواحده حطيناها في انستغرام. طبعا ما حد توقع صح؟ لا في تقريبا ما ادري والله كم العدد، لكن كنا الجهره والكويت لا فيها في تقريبا 3 و4. اول شيء نجري السحب على القادسيه والساحل. ابو علي القادسيه والساحل اي والله، وحط كنا الكاميرا هذه لفها كذي هني. ايوه هذه اي. شنو الاسم؟ هذا الجهرة، مباراة الكويت والجهرة. الاسم اسمه حاط الجهرة واحد. وين اي كاميرا؟ حاط الجهرة كاميرتي. خلينا نشوف صاحب التوقع الصحيح. هذا كان في انستغرام طبعا لمن توقع مباراة جرب يا مخرجنا الجهرة والكويت. اللي توقع صح اللي محطوط عليه الدائرة اسمه او حسابه اس فتنس 9999. هذا صاحب الحظ السعيد، اتمنى يتواصل بالخاص مع الاخوان ويزودهم باسمه الثلاثي حتى ايضا يتم التواصل معاه باستلام الجائزه. طبعا الجائزه عباره عن شاليه لمده 3 ايام، يختار اليوم اللي يبيه. الحين نحط اللي فازوا في مباراه القادسيه، توقع مباراه القادسيه والساحل، يختار اليوم اللي يبيه، عطله اجازه ويكند مو ويكند كيف يعني. الاخوان مسهلينها له. منو صاحب الحظ السعيد؟ الاخت اشجان الشمري. اشجان الشم، مبروك للاخت اشجان اللي فازت معانا. قلنا عاد تنزل انتخابات عشان الاصوات حق سماوه اصوات الحريد. عموما مبروك للاخت اشجان، اتمنى تتواصل معانا ايضا على الخاص وتزودنا باسمها الثلاثي حتى ايضا نزوده بالاسم الاخ اللي هي من سكان الخامسه. الله بالصوت يعني تستاهل. نذكر ايضا لا دكتور زيدوا لو ان شاء الله في بوست حق يوم الثلاثاء مباراه العربي والسالميه ايضا شاليه 3 ايام. لكن ملاحظه بسيطه، اتمنى يعني الاخ اللي يشترك معنا لا يشترك باكثر من توقع. اللي صار معانا قبل شويه للاسف احد الاخوان مشارك ب6-7 توقعات، 1-1 0-0 2-1 2-0 ما يصير يعني كذي، تخلينا نضطر ان نشطب كل توقعاتك حتى لو كان فيها صحيح. فاتمنى الاخوان اللي يشاركون يشارك باسمه وبتوقع واحد، حتى ايضا هي تحدي، ارجع اكرر هو تحدي بينك وبين نفسك، تقدر تتوقع النتيجه صح او لا. ايضا يسوي منشن منشن حق حسابات ثانيه انه بعد شارك بالضبط بالضبط. والنوه ايضا مجال مفتوح للاخوان اللي حابين ايضا يساهمون في هذه الجائزه، في توقع واربح لجائزه اخرى لمباراه اخرى. هذا نوع من انواع الدعم لدورينا، نحاول ايضا نسوي اثاره في دورينا، نشعل الاجواء في دورينا كنوع من التشجيع لمتابعه دورينا. عموما خلينا نروح حق تقرير مشعل الشمري، هذا اللاعب اللي للاسف ما قدرنا نستفيد منه في الكويت لان من اخواننا الكويتيين البدون، خسرنا موهبه، اختاروا المنتخب الاولمبي بعدين قالوا له لا ما نقدر نخليك بالمنتخب، ما تقدر تمثل المنتخب. الان راح الى البحرين وان شاء الله بيوقع عقد مع نادي ستره البحريني، الله يوفقه ونتمنى لك التوفيق كابتن مشعل. خلينا نشوف التقرير مع اخونا خلف العنزي. جميل والله
الحمد لله قدرت اني احترف برا امثل دوله الكويت برا بالبحرين، وامثل نادي تضامن الاول اللي ما قصر معي باي شيء صراحه. اخوي مبارك النزال اللي ما قصر معي باي شيء، قال لي مشعل ان جاك عرض خارجي راح اطلعك، وبالنهايه يعني هو ما راح يوقف وجهي، يعني انت عارف وضعي هنا بالكويت، تلعب داخل الملعب وتأدي، اخر شيء ما تقدر تمثل المنتخب، هذا شوي تحس بالخاطر من داخل، وان شاء الله احنا يعني نقدر نمثل الكويت حسن التمثيل احنا خارج دوله الكويت، بنمثل دوله الكويت بالنهايه. العرض اللي جاك من نادي ستار البحريني في طموح كذلك كبير من مشعل انه يمثل منتخب البحرين. صحيح لا شك من ذلك، ان اذا ان شاء الله توفقت مع نادي سترة بامكاني اني امثل منتخب البحرين، بحكم اني انا ما لعبت مع منتخب الكويت فاقدر امثل منتخب البحرين. ثق تماما ان الفيفا والاتحاد الدولي لكرة القدم اصدر قرار بسماح اللاعبين غير محددي الجنسية لتمثيل منتخباتهم، مو بس الكويت، نتكلم على حتى دول الخليج، السعودية استفادت من هذا الموضوع، البحرين، الامارات، احنا قاعد نشوف الامارات وقطر الدول المجاوره قاعد يجنسون لاعبين برازيليين، لاعبين اجانب، انت مواليد الكويت، عايش بالكويت، اجدادنا كويتيين، جدتي كويتيه، اعمامي كلهم بالجيش، فليش ما تقدر تمثل؟ عندك احصاء، عندك اشياء واجد، ثبوتيات ما ودك تتكلم عنها، نوع الجماهير نادي ستر البحريني، وان نمثل النادي ستر البحريني نمثله بحسن التمثيل، ونوعدهم ان شاء الله بتقديم المستويات الطيبه في الدوري الممتاز، صعد من دوري درجه الجوله حديثا، ان شاء الله احنا يعني ما نطمح ان ننافس على الهبوط، ننافس على المراكز الاولى ونشارك باسيا. يعني ما قصر بديرته، هي بديرته يعني هذه بالبدايه الاولى والاخيره. لما يطلع للبحرين اليوم الحين يغادر ان شاء الله، اتمنى له النجاح، وراح يروح لديره مو غريبه، ديرته الثانيه، وراح يمثل الكويت افضل تمثيل. انه ما سنحت له الفرصه انه يمثل الكويت هنا كمنتخب. ولدي اذا هم ما يخافون عليه، والله انا ابي له الصح وابي له التقدم الى الامام. نفرح لما نشوف عيالنا احنا هالمستويات هذه، ليش تكسرها انت فوق؟ ليش تكسرها؟ صعدوا المنتخب الاولمبي، كلنا فرحنا. كأب انا يعني. انا الداعم الوحيد له تقريبا. ولكن انا اقدم روحي فدى للوطن هذا، ما اقول فيها خيره، لا اروح واقدم روحي للوطن هذا. انا لما اشوف ولدي فارقني ليش؟ ارضى ان ولدي فارقني؟ جبرت ان ولدي فارقني، ولدي الكبير. ربيت انا وهو صغير بالرياضه، كنت الداعم الاول له، كنت اركض على المدرجات والصف الان. الله يوفقك والله يا مشعل، ما اقدر اقول شيء صراحه بالي والله. يعني هذا الكلام اللي قلناه ودائما قاعد نقوله، يعني انت ما يعني انت لو جايب واحد تبي بجنسه تخليه يمثل الكويت، نقول لك انا اول واحد احتج، لكن هذول مواليد الكويت، عيال الكويت، يعني هو هذا مشعل قاعد يقول ان يدتي كويتي، يعني ام ابوه، يدته ام ابوه اللي موجود فيها. فأنا أعتقد إنه حرام الخسر المواهب وهالأمور هذا، اللي يستحق عطه جنسية، ما تبي تعطيه جنسية خليه يمثل الكويت، خليه يلعب، يمكن عنده إبداع، عنده فن يبي يطلع، فحاول. فأنا أعتقد إنه اللي قاعد يصير والله الصراحة مو راضين عليه احنا، لكن المشكلة ما نقدر ندخل في قوانين عندكم، في شيء ما نقدر ندخل فيه. المشكلة دكتور يعني الوالد، يعني ترى حزن الوالد، يعني يمكن وضعه أنا ما أدري صراحة هل هو يقدر ولا لا، لكن الوضع إنه أبي أشوف ولدي، بروح له مثلاً، هل أقدر أروح له؟ هل أقدر
يعني في كل مباراة تروح له يعني أعتقد الفراق الفراق بالضبط صحيح. يعني يعني شو لما بالتضامن مثلا يقدر يروح للملعب صح. يحضر المباراة عنده، لكن الآن يعني ولده راح يعني هو متعود مثل ما قال أروح له وشجع بالمدرج، والآن شلون بيشجع؟ بيشجع وراء الشاشة يعني. بالضبط، وهو مو بس عن الروح حتى الفراق ترى يعني هم صعب يعني يعني على كلام الأبو إن أنا قاعد أتابعه وهو صغير وأروح للمدرجات وأشوفه وبالنهاية هو أب يعني لما نشوف ولده أنه مثلا يتغرب، ولكن معلش إحنا أيضا نبي من سمو رئيس مجلس الوزراء لفتة لهذه اللاعبين اللي هم عيال الكويت، يعني لاعب أساسا الولد بالكويت، وبالتالي لابد أن أيضا يعني في لفتة لهم لاعب مميز، ليش خسره يعطي الكويت؟ ليش خسره في مرات ممكن في جانب بالجهاز المركزي انه ينظر لهذا الامر انه والله الناس ما قال انا مثلا خوالي مثلا بالجيش ام جدتي كويتيه، في نفس النوعيه لهم مثلا ممكن يعني شيء خاص لهم. نعم لهم استثناءات بالضبط. نعم. بالضبط ليش اخليه يروح يلعب بالبحرين؟ يعني ترى ممكن يعني والله يوفقه ممكن يروح باكر يلعب بالبحرين يبرز نجمه ويوصل منتخب ويلعب ضد الكويت، ليش تخلي ليش يوصل حق المرحله وهو ولد بالكويت هو انولد بالكويت؟ ففي في في اشياء لبعض يعني فئه البدون ان تؤخذ بعين الاعتبار، ناس ابوهم اخدموا بالجيش عطوا من ارواحهم بالجيش ايام الازمه، في ناس من الاخوان البدون يعني استشهدوا بالكويت، وبالتالي في نفس الفئه لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار. نفس لاعب يوصل حق منتخب الاولمبي بعد ذلك يقول لا والله احنا ما نقدر نطلع لك جواز، ليش ما نقدر نطلع لك جواز؟ نعم. اذا كان هناك في مشكله عليه كبيره سواء من اهله عمامه خواله ممكن تقول والله لا ما نعطي، ولا اذا ما عليه شيء ملفه موجود بالجهاز المركزي افتح ملف اللاعب هذا وافتح لاعب ثاني اللي هم يخدمون الكويت. نعم. وشوف سيرتهم الذاتيه، شوف سيره اهلهم الذاتيه اذا يستحق، شو اللي يمنع طلع له جواز؟ طيب دكتور يعني البعض يقول لا تزعلون بالعكس هذا شيء يمكن من صالح اللاعب، اليوم هذه فرصه في لاعبين ودهم تجي لهم الفرصه هذه انه يلعب انه يقدر يسافر انه يقدر يحترف برا، فاليوم لا فرحوا حق مشعل فرحوا له خلي يتشجع انه يقدم شيء زين في شوف عبد العزيز صراحه يعني مأساة والله مأساة بكل ما تحمل الكلمه، يعني انا حمد ربي اني انا ما وجهت لي اول واحد سؤال لاني صراحه انا قاعد اشوف عيون اخواني كلهم تاثروا من التغرير، يعني انا اقسم بالله العظيم تمالكت دموعي يشهد علي ربي، ليش؟ لان اليوم تدري شنو اللي يقول يعني شفتك بعيني وطن، تغرير يقول شفتك بعيني وطن، يعني شنو اكثر من العالم ضحت بالغزو موكب الامير ناس عندها احصاء 65 وغيرها من الامور، يعني انت ليش تسلم سلاح انت بيدك حق غيرك؟ ليش تسلم هذيل عيالك؟ الامر الاهم يا اخي امريكا اعظم بلد في العالم قاعد تعطي جرين كارت، زين انت ليش ما تخلي هالولد هذا عنده بونص؟ ليش تخلي ابوه يبكي بهالطريقه هذه؟ يشهد علي ربي اقسم بالله مأساة اللي قاعد يصير في هالجانب هذا، والله مأساة، واحنا انشهر عننا وعرف عننا ان بلد الانسانيه. اليوم هذا مشعل والله انا متابعه في التضامن من افضل لاعبين الوينج، يعني تو يكلمني اخوي شاب يقول كان يبي يجي الكاظمه، تدري هذا لو جاي كاظمه يصنع الفارغ بيوم من الايام، هذا منتخب اولمبي انت مو قادر المعضله مالتك جواز يا رجل اليوم ناس قاعد تجنس لاعبين ما هم مواطنينها عشان بس يرفعون علمها، اليوم هذول عيالك ابا عن جد موجودين ومولودين بهالبلد هذا، اقسم بالله مأساة. احنا رجائنا لشخص طلع من رحم الرياضه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف، انت ابن الرياضه، انت عارف الوضع، انت لامس الوضع، انت عايش الوضع من يوم كنت عضو في اتحاد الكره، وعارف كم من اخواننا اللي بيوم من الايام كانوا بدون ونجموا زين، واليوم على قولتهم بسبب الرياضه تجنسوا وغيره، ترى هذول عيالك بحاجتك واخوانك بحاجتك، ونفس ما قال اخوي جاسم اللي عنده ظروفه مهيئه
يا اخوي سنعوه. طيب. الرجل اللي عليه علامه استفهام يا اخي لا تجنسه، ولكن عطى جواز خليه ينفعنا كبلد. طيب قاعد يجيب خمس محترفين قاعد يلعبون يا اخي، بدال خمس محترفين قلل المحترفين، حط هذين يلعبون حالهم حال المواطن الكويتي. طيب ابو احمد، انا اقول عسى الله يوفق مشعل الشمري، انا اعرفه شخصيا يعني، حتى الولد امانه مثل ما تفضل عبد الله كانت لها رغبه حتى يمكن يجي نادي كاظمه. يعني انا كلمت احد المسؤولين في نادي كاظمه انه يتواصل معاه، يعني انا قلت له هذا اللاعب مكسب، اول شيء لاعب مهاري، لاعب مجتهد، مخلص في الملعب، جريء، يعني كنت اتمنى يكون موجود، راح يكون اضافه، ولكن قدر الله ما شاء فعل وانكتب له خير افضل من نادي كاظمه انه يروح البحرين في الوقت الحالي. طبعا صعب على ابوه مثل ما تفضل عبد الله، وانا واحد من الناس والله غرقت عيني بصراحه، لما حتى على ايام ايام على ايامكم على ايام ترى الغير الكويتي كان يمثل المنتخب، فقعد تعطيه جواز يمثل المنتخب، شو اللي تغير؟ شو اللي يمنع؟ الدول الخليج قاعد تجنس لاعبين، قاعد تجيب تعطي جوازات اللي هي السمونة سوريا وغيره من قطر، جواز شنو الاجانب هذول؟ جواز مهمات. يا اخي عطى مثل ديرتك هذا، انت خليته يروح يعني مثل ما تفضل ديرتنا الثانيه البحرين، يعني ما نختلف على هالشيء، مشعل يستاهل كل خير وابوه يستاهل كل خير، انا اعرفهم شخصيا واشكر مبارك النزال اللي اعطاه الفرصه للامانه. صحيح. لما يال العرض محمد قال له روح، عكس محمد دحام اللي نادي النصر طالب بعودته، طالب في جزء كنا من المبلغ ما ادري عودته وان العقد، وهذا يا اخي خليه يروح، خليه يترزق الله، خليه يفتح له باب له ولهله وناسه واخوانه. فاتمنى ان شاء الله ان الله يوفقه، واتمنى انه يجتهد، يعني مش انا اعرفه شخصيا وهي رساله، اجتهد والتزم يعني في اكلك في نومك في امورك، وان شاء الله عسى الله يبارك لك في هذا العقد وتكون نجم في البحرين ونجم ان شاء الله في منتخب البحرين. انا قبل لا اختم بس انوه على المسابقه مره اخرى اللي راح تنعرض او بثت الان في حسابنا في تويتر لتوقع نتيجه مباراه العربي والسالميه، ونذكر بان الجائزه مقدمه من شركه ويكند هوم العقاريه بالتعاون مع برنامج الديربي وقناة الاي تي في، عبارة عن شاليه لمدة 3 أيام في أي وقت تبي في أي يوم تبي، والساعة المباركة، وشاليه في آي بي ترى مو شاليه عادي، راح تشوف شاليه مرتب. عطنا التوقع. معزومين معزومين والله أنا كل مرة أقولها معزومين في شاليه محجوز حق فريق عمل برنامج الديربي، بس اختاروا اليوم اللي تبونه وما يصير خاطركم الا طيب. توقع ابو علي 2-1 العربي. ابو دكتور 2-1 سامي. دكتور محسن والله اتوقع 2-2. ابو احمد ختمه وياك. العربي 2-1. العربي 2-1. عموما احنا بانتظار ايضا مشاركتكم. قبل لا اختم ايضا في فكرة الأخوان في مرسول بارك، أحب أشكرهم صراحة، ملعب مرسول بارك ملعب النصر، قاموا بفكرة طبقوها اليوم، إذا مخرجنا بس يعرضها، حطوا لوحات تعريفية على جدران الملعب للاعبين سابقين، هذا نور الدين مرابط، وحاطين نبذة تعريفية عنه، طبعا النجم المغربي، هذه أيضا لمحيسن الجمعان النجم السعودي، هذا ايضا موسى صايب النجم الجزائري. ليش الصوره صغيره بعد؟ هي لوحه تعريفيه يعني. اي بس يعني عوده هذا المواد يعني، هذا اللي تحته لازم يلصق اصلا، يبي له منظار. انت لما تشوف انت، لان الحين تشوفها صغيره، بس لما تروح يمها شو اسمه محطوطه يعني راح تشوفها بصوره اوضح طبعا. فهد الهريفي ايضا. عموما انا اشكر الاخوان في مرسول بارك على هالفكره، بالعكس هذه فكرة تعريفية حق الجماهير، خاصة الشباب الصغار لما يروحون الملعب يشوفون هالنجوم يتعرفون عليهم. أيضا نجومهم ماجد عبد الله وينه؟ موجود أكيد موجود. نصر وماجد عبد الله بيش؟ لا لا كلهم ماجد عبد الله، نعم فيهم كلهم، نعم فيهم كلهم أفضل ماجد. أكيد حاطين له صورة، هذه فكرة، هذه بس الأفضل ماجد عبد الله والنعم فيهم. فإحنا اليوم نشكرهم على هالفكرة والبادرة صراحة، ويستاهلون هالنجوم، وهذا نوع من التقدير والعرفان من سواء إدارة مرسول بارك أو إدارة نادي النصر لنجوم خدموا نادي النصر. كل الشكر لضيوفنا اليوم
شكرا لك كابتن محمد كرم، شكرا لك دكتور جاسم المويدي، شكرا لك دكتور محسن العنزي، شكرا لك شاب كنكوني. ايضا قبل لا اختم، الحساب اللي اخترته لكم اليوم حساب اسمه فانتسي العرب. هذا الحساب محتوى مختلف لعالم فانتسي البريمير ليج. ادري ان في شباب وايد صراحه يتابعون الفانتسي ويحبون الفانتسي، كل ما يتعلق بالفانتسي من اخبار، من موضوع نقاط، يعني صراحه متابع جيد ايضا للاخبار البريمير ليج، من كروت صفر، من يعني اللي يلعب الفانتسي راح يستفيد استفاده كبيره من هذا الحساب. انا اشكر الاخوان القائمين على حساب فانتسي العرب، بالفعل يعني حساب مفيد ومهم لعشاق الفانتسي. هذا هو حسابنا اليوم، شكرا لمتابعينا. راح نريح طبعا الاحد والاثنين، يوم الثلاثاء ان شاء الله راح نكون معاكم في برنامج الديربي. الى ذلك الحين نتمنى لكم ان شاء الله ايام سعيده وجميله. الى اللقاء.